انا في حاجات هرجعها لكم بعد ما اخلص. محدش يقول لي هي دي جايه ولا دي مش جايه، اصل ده قليل اصل ده كتير، معقول ده بس اللي هيجي مش معقول ده بس اللي هيجي. اللي اقول لكم عليه تسمعوه، تسمع وتطيع معايا. في حاجات هقول مثلا ايه الفورم مثلا، يعني زي ما هرجع له الفورم ده، الفورم ده اسمه كذا وده اسمه كذا، هقول اسمائهم واقول لكم الاستراكشر اللي بتعدي فيهم، اذا كانوا اكتر من اربعه تحفظ على الاقل منهم اثنين. كلام واضح؟ بس المفروض انكم تحفظوا ايه؟ الاربعه مثلا. فانا مش هسمع كل حاجه، هقول الفورامين هتحفظوه لان هيجي لكم فورامين او اثنين. لما اجي مثلا في السلكاي والجيراي هقول لك اسم الجيرس اريا 6 اريا 4 ده مكانها، ده السوبيريور تمبرال انفيريور تمبرال ميدل تمبرال، واسماء الفانكشنال اريز اللي هنا كذا، والبلاد سبلاي بتاعها كذا. واحد يقول لي ده بس ده كفايه؟ ده معقول الحكايه الروايه؟ ها اذبح بقره، روح اذبح بقره لونها طويله قصيره تخينه رفيعه لا. عشان الكلام ده ما تسجلوش عليا معايا ولا لا؟ كل سنه اقعد اراجع شويه حاجات، كل واحد يطلع يقول لي هي دي العينات اللي عندك ايش اسوي فيها يعني؟ طب ده نظري؟ طب ده عملي؟ هل المفروض ان انا اتكلم قدامكم اقول ده جاي نظري، ده جاي ام سي كيو، ده جاي مش عارف ايه؟ فاهمين كلام ولا لا؟ انا هنا بقالي اكتر من 13 سنه وماشي السنه دي، عايز زي ما دخلت وانا سيرتي عطره هنا لحد ما لا تزكوا انفسكم بس هكذا يقولون عني، امشي انا راجل محترم. ما حدش يقول بقى اصل قال للولاد ده جاي ام سي كيو، لا ده جاي مش عارف، ده ما لازم ما ينفع الكلام هذا. ولا انت مش معايا؟ انا معاك. عايز تفتح الحلقه دي مهمه جدا الوقت، لازم نشوف الفورامين اللي موجوده فيها. انا هشاوركم عليها من بعيد وهقربها لكم عشان تعرفوها هنا ونشوفها مع بعض برضه. بالنسبه للاثنين اللي في الاول دولت اللي هو جنب الكريستا جالي، دي الكريبي فورم بليت اوف اثمويد. اللي مش شايف يقول لي مش شايف. الكريبي فورم بليت اوف اثمويد. استني استني. ماشي؟ تمام. وعشان امشي من هنا ده الاوبتيك كانال. اوبتيك كانال. بالنسبه للاولانيه اللي هي الكيربي ريفورم بليت اوف اثمويد الاستراكشر باس رو اللي احنا قلنا عليها الافرنت فايبرز بتاعه اللي هي الاولفاكتوري نيرف. بالنسبه للاوبتيك اللي احنا شايفينه ده الاستراكشر باس رو اللي هم مين؟ اوف سالميك ارتري واوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف نمره واحد، اوبتيك نيرف اوف سالميك ارتري. بعد كده عشان بس اشوف انا بعمل ايه، في هنا اللي هي الليسر وينج اوف اسفينويد، شايفينها دي كلكم؟ شايفينها ولا لا؟ في تحتها فيشر اهو. عارفين مكانه طبعا. ايه الاستراكشر اللي بيعدي فيه؟ حاجات كتير اللي هي بالجمله بتاعتنا ليف فري تو سي نو انسلت اتور، عارفينها ولا نسيتوها؟ ليفت سنيه. ليفت ال ما تلخبطنيش، ليف فري تو سي نو انسلت اتور، ال لاكريم، اف فرونت تو تروكلير نير، سي سوبيرو ديفيجن اوف كلوموتو، نو نيزوسيليري، انسلت انفيرو ديفيجن اوف كلوموتو، اتول ابدوسنت. اللي مش عايز يحفظها يبقى على الاقل يحفظ الاعصاب رقم كام؟ الاورسالميك نيرف بس برانشات الثلاثة بتوعه، الاوفسالميك ببرانشات اللي هو اللاكريم والفرونتال ونيزوسيليري، صح؟ ويحفظ العصب اللي هو الكريني نيرف نمرة ثلاثة ونمرة أربعة ونمرة ستة. سهلة دي ولا صعبة؟ معايا؟ وشوية اميشري فينز. أي حاجة من دول يحفظوا لكم منهم اثنين ثلاثة. يجي الاستراكشر كسره. في فورمن تاني أهو تحت الفيشر ده على طول اسمه فورمن روتاندم.
في صدر الاسكان. شايفينه؟ حد ما يشوفوش يا جماعه؟ تحت الفشار. انت شايف كده من عندك ولا معتمد على ال... لا انا شايف. انت عيني يقول لي عشان اخلص واخش على اللعب. ايوه تمام خلاص تمام. الفورمن ده اسمه فورمن روتاندم، عشان تشوفوه عارفين السوبريور اوربيتال فيشر اللي انا لسه متكلم عنه الحين، هتلاقيه تحت اخر نقطه ميديال منه، تحته مباشره في صدر الاسكال، في صدرها كده. وراه فورمن تاني اسمه فورمن اوفال، واسع وواضح والنور يظهر من خلاله. يعني عندك فورمنين هنا، فورمن مظلم وفورمن مضيء منور، يعني تشوف النور جاي من الناحيه الثانيه. اللي منير ده اللي هتلاقيه مين؟ فورمن اوفال. واللي مظلم اللي هو مين؟ روتاندا. واصغر واحد خالص هيبقى الفورمن اسباينوزا، مهوره لكم الوقت اهو. ادي الفورمن اوفال اهو، اصل في فورمن تاني جنبه محدش يجيب سيرته، اسمه فورمن لاسرا. محدش يكتب فورمن لاسرا، لان الفورمن لاسرا مفيش حاجه بتعدي فيه، في حاجات بتعدي فيه انا اعرفها، انتوا مش مطلوب منكم تعرفوها. فمحدش يجي في امتحان ويلاقي ثقب ويكتب عليه لاسرا، معايا؟ يبقى مش اللاسرا. واضح؟ اللي منور هنا يبقى فورمن ايه؟ اوفال. حد وانا ماسك الاسكال بالوضع ده شايف الروتاندم وشايف الاوفال مع بعض ولا مش شايفين الروتاندم؟ روتاندم فوقيه بالظبط. ادي الروتاندم وراه على طول الايه؟ الاوفال، وراه على طول صغير جدا اهو اسباينوزا ورا بعض. حلو شفتهم عندك واضحين؟ واضحين. اقولهم تاني ركز معايا، روتاندم اوفال تمام اسباينوزا. حلو بالنسبه لكم ده الاوبتيك كانال اهو فوق اهو، تمام معايا يا جماعه؟ دي المنطقه اللي بتسميها الميدل كرينيال فوس، دي الميدل اهي اللي فيها اللعب بقى كله. تحت الـ 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 الوينج ده، ده الليسر وينج اوف السفينويد، تحتيه الفيشر الكبير اهو اللي احنا قلنا عليه سوبر اوربيتال فيشر. وبعد كده هتلاقوا الثلاثة فورامين ورا بعض. ادي روتاندا. ادي اوفال. ادي سباينوزا. ادي اوفال، ادي سباينوزا. في الميديال خالص هنا في فورامين برضه النور بيعدي من خلاله، اللي هو الفورامين ايه؟ كاروتو. لا سيرام. اللي هو اصلا مقفول بفايبرو كارتليج. اتنين منورين قدامك اهو، اوفال ولاسر. اللاسر مقفول بفايبرو كارتليج، بيعدي فيه حاجه كده مش مطلوبه منكم، ده في التراديشن بنقولها معايا. انما المطلوب منك الوقت الفورمن اوفال والفورمن روتاندا. من الروتاندا بيعدي فيه الماكسيلري نير، الاوفال بيعدي فيه المانديبولار نير اللي هم الثنائي بتوع الترايجيمينال نير. الفورمن اوفال بيعدي فيه حاجات ثانيه زي الاكسسوري مننجيال ارتري، زي الليسر سوبرفيشال بتروزال نير. اما الفورمن الصغير اللي اسمه فورمن سباينوزم بيعدي فيه الميدل، مش الاكسسوري مننجيال، الميدل مننجيال ارتري ونرفس سباينوزم. اقول تاني يبقوا راجعوه معايا؟ طيب في المنطقه دي تاني فورامينا مفيش فيها الا روتاندا مظلم اوفال مضيء صغنون خالص ورا صغنون خالص، عشان ما حدش الاقي فيه واحد انا حاطط له مثلا في الفورمن اوفال الكبير المنور ده يكتب عليه سباينوزا. السباينوزا هيبقى على مقدار الابره دي، واضح؟ ما هي دي محطه اكسبها اوضح من اربع خمس محطات اناتوم، يبقى خدتها. مش معقول اعدي دي وافوت الدرجه بتاعتها. دكتور اوضح من تحت ولا من فوق؟ هنشوف، ما يحطها لك من هنا او من هنا، هنشوف هنا وهنا. بعد كده هخش في الفصة اللي هي الأقرانية دي اللي احنا بنسميها بوستيريو كرينيال فوس. يا ترى ايه الفورامينا اللي موجودة فيها اللي تهمني؟ في البوستيريو كرينيال فوس. يهمني الفورامين الكبير قوي ده. تحت عظمة البتراس على طول، دي عظمة البتراس صح؟ صح. مش كده؟ تحتها على طول بعد ما بتخلص تحتها وكبير. والريجولار تلاقي الحافة بتاعته غير الريجولار كده. ده الفورامين الكبير اللي اسمه ايه؟
ولو بصينا من بره هوريه لكم من بره بعدين. ده اللي هو الجاجولر، ده الجاجولر فوق الجاجولر على طول. بالنسبه للجماعه اللي هنا اهو، بالنسبه للي هنا ده الجاجولر اهو جنب الفورمن ماجنم على طول. فوق الجاجولر فورمن مدور في عظمه البتراس نفسها، في جسم البتراس مش تحت البتراس، ومدور ومظلم. انترنال اوديتوري مياتس، يبقى الضيق المظلم اللي في جسم العظمه من الداخل انترنال اوديتوري، والمظلم اللي احنا شايف انا اسف اللي هو الريجولر حافته وكبير وتشوف النور من خلاله، ده الجاجولر. مين اللي بيعدي في الانترنال اوديتوري؟ مين اللي بيعدي في الانترنال اوديتوري؟ السابع والثامن والانترنال اوديتوري فيزلز. السابع اللي هو الفيشل، والثامن اللي هم الاستاتو اكاستيك نيرف او الفيستيبولو كوكليير نيرف، والانترنال اوديتوري فيزلز. مين اللي بيعدي في الجاجولار الكبير ده؟ 9 10 11 تكتبهم بارقام، تكتبهم باسمائهم، هتاخد المارك عشان ما فيش واحد يقول الوقت ضيق هيقعد يكتب بقى جلوسو فارنجيا هيتعب قوي. فيجاس معايا؟ 9 10 11 كفايه. ويعدي فيه هذا الفورمن ساينسين، انفيريور بتروزال ساينس وسيجمويد ساينس، ومحدش يكتب انترنال جاجولار فين. الانترنال جاجولار فين ما بيعديش منه، الانترنال جاجولار فين بيتعامل تحته بالتقاء الاثنين ساينس دول. اذا مين اللي بيعدي من الفورمن؟ سيجمويد انفيريور بتروزال سيجمويد وسيجمويد. اللي هيكتب انترنال جاجولار فين صح، بس هياخد تمنية اقل. اللي يكتب سيجمويد ساينس وانفير بتروزل ياخد الفول مارك. واضح كلامي؟ كلام واضح. بعد كده الفورم الماجنم طبعا الكبير ده اللي بيعدي منه المدله اوبلونجاتا والمننجيس اللي حوالين المدله اوبلونجاتا، معايا ولا لا؟ والسباينال اكسسوري نيرف ما بيجيش، اجيب فيه ايه ده؟ انما في فورمن فوقيه على طول مباشره، ضيق قوي اهو، اللي هنا شايفينه، اللي هنا شايفينه، ركز انت بقى معايا اهو، صغير قوي اهو. تمام. انتيريور كوندايلر فورمن او هايبوجلوسال فورمن بيمر فيه الهايبوجلوسال نيرف. واضحين دول؟ ايه الحاجات اللي ممكن تيجي من هنا غير الفورامينا؟ ده الليسر وينج اوف سفيرويد صح ولا لا؟ صح. مش ده الليسر وينج؟ ايدنتيفاي ذا اريا ليسر وينج اوف سفيرويد ساينس ريليتد اسفينو بارايتال ساينس اندس كافيرنس ساينس. الكلام واضح؟ واضح. ارجع هنا احط خط فوق البتراس، هنا خط فوق البتراس، خط فوق البتراس. ايدنتيفاي ذا ماركت اريا superior petrosal sulcus superior petrosal sinus اندس بتنتهي فين؟ في الترانزفيرس او في السيجمويد. الاثنين صح. شفت؟ تمام. ساينس ثانيه من عند البوز بتاع البتراس وانزل بس لتحت كده حته صغيره اهي، اهي الحته دي شايفين الحته دي؟ المكان ده inferior petrosal sulcus for inferior petrosal sinus and internal jugular vein هي اللي بتعمله. transverse sulcus transverse sinus بدايتها لو انت في الرايت superior sagittal، لو رسمتها لك في الليفت inferior sagittal straight ليفت. الاثنين بيقند فين؟ الترانزفيرس سيجمويد. يبقى نخش نعمل العلامه بتاعت مين؟ السيجمويد اللي هي هنا دي ورا البتراس هنا. هجمعهم لكم كلكم الوقت هنا، دي السيجمويد. انس بدايتها ترانزفيرس تنتهي بانها بتفورم الانترنال جاجولار فين. بص يا حبيبي اسفينو بارايتال ساينس
superior petrosal sulcus, superior petrosal sulcus, superior petrosal sinus. Inferior petrosal sulcus, inferior petrosal sulcus, inferior petrosal sinus. Transverse, transverse. Sigmoid, sigmoid. واحد دي السينسس اللي ايه في الكرينيال كافيت. شيء بالشيء يذكر لغايه ما اكملها. اذا جت دي السكال اللي جوه ده المننجيز اللي انتوا شايفينها زي الهلال دي فالكس سيريبرال اتاتشمنت سينسس ريليتد. نبدا بالسينسس ريليتد superior sagittal inferior sagittal straight attachment apex كريستا جل بيز apex البيز بتاعتها يعني البيز apex of tentoria upper border superior sagittal sulcus ماسك في السلكس inferior free related to corpus callosum دي تنتوريام سيريبيلاي شكلها تنتشي لها اتنين بوردر فري واتاتشمنت. الاتاتشمنت ماسك فيه سوبيريور بتروزال سالكاس ترانزفيرس سالكاس عشان نختصر. الفري الجزء الامامي منه اتاتشت في الانتيريور كلينويد بروسيس. واضح؟ الابكس هي البيز اوف فالكاس سيريبراي sinus related straight sinus transverse sinus superior petrosal sinus conflict of sinuses وبلاش دي في واحدة من تحت بتبقى هنا هوريها لكم الوقت في falcus cerebelli تحت هنا هوريها لكم بس مش موجودة هنا ده ايه دي الديور وانا اللي شرحت لكم الكلام صح لما اقلبها كده من جوه اشيل دي كده واعمل لها ريفليكشن بالمنظر ده يظهر قدامي السالكس اهي شايفينها ولا لا هي دي ودي دي التنتوريا شايفينها التنتوريا اللي انا فاتحها دي اللي انا رافعها دي الوقت اهي ده طبقه ودي طبقه اهي دي التنتوريا ويبقى دي مين دي فالكس معايا يا جماعه لا نفس الكلام اللي قلته هنا هو هنا امال انت جايب دي ليه عشان لو فتحت التنتوريام كده وكده لا استنى عشان استنى اروح اشيل ايدك اللي تحت دي يا جماعه بس شفت عشان اللي هي الفالكس سيريبيلاي حته صغيره قوي بس انا عشان اوصلها عملت ايه لازم ثبتته قدامك في الامتحان ده كله لتحت كده حسيت ان كل ده بعيد وحاجه صغيره صغيره جدا تبقى مين فالكس سيريبيلاي انما لو جبت دي وهي دايما اللي بتيجي اهي متهيألي كده كلكم شايفينها او دي ديور سكال فروم اوتسايد فين الفرامل اللي بتظهر فيها من بره من اول نقطه في الامام خالص انسيسيف فوسا انسيسيف فوسا تمام فور انسيسيف نيرف اند فيزيتس امشي مع التيس وارجع معاها لغايه الاخر وهم جاي هارد بالت والتيس اخرها هنزل على هارد بالت اخر الهارد بالت للخلف ولاترالي شويه جريتر بالاتاين فورم جريتر بالاتاين فورم فور جريتر بالاتاين نيرف اند فيزيتس خلصنا من ده الاقي المنطقه الوسطى المنطقه دي ايه اللي فيها اللي احنا شفناه من الداخل فورامن اوفال
اللي كان منور. جبت سيرة الروتان دم. نعم. عندكم ولا في مشاكل عندكم دلوقتي؟ الكاميرا واقفة. ما أنا خايف. أنت جيتش امبارح ليه؟ أنت يا زفت أنت، ما جيتش امبارح ليه؟ وفي الآخر تتنطط لي في الترة وتقول لي فين يا دكتور وتعالى، ما جيتش امبارح ليه؟ كنت فين؟ ظرف إيه؟ أنت جاي من البيت على إنك رايح تتعلم، رحت فين؟ رحت فين يا هلا؟ يا ساتر يا رب. والراجل ده زعل مني امبارح قدامكم، وانا بعتذر يا ابني علشان ما بحبش حد يشيل مني يا ابني. انا ليه عيال قدك؟ لا قدك مين؟ ده اكبر منك. احنا وصلنا لفين؟ في الاوفال. الاوفال اللي هو كان منور ده صح؟ اللي هو كان هنا ده، مش ده كان اوفال؟ اه تمام. فاكره؟ فاكره. اهو. يعني عايز اقول ايه؟ لما يجي في امتحان ويحط لك الابره من الخارج كده مثلا، ما تتعبش نفسك، اقلبه. إذا لقيته هو نفسه اللي هو كان ظاهر والكبير، يبقى له فعل. والله صعبة دي. يعني ما تقولش عليه روتاندا. صح؟ الروتاندا ما بيبانش من بره. يبقى ده مين؟ الأوفال. مين الثقب اللي كان ورا الأوفال وصغنن جدا؟ هحط اهو. شوف جاي فين؟ يعني سن الإبرة مش في الأوفال. متهيألي عندك واضحة جدا. مش ايه؟ واضح ولا لا؟ تمام. مش في الاوفال يا جماعه. ولو دخلت معاه لجوه هتشوف سن الابره، لانه برضو منور، بس منور ايه؟ شويه صغنن خالص. ده السباينوزا. يبقى في كام ثقب دلوقتي شفناهم من الداخل وهم نفسهم من الخارج؟ اثنين. اوفال اهو عشان الكل يبقى شايف. اوفال اهو وراه الصغير خالص خالص اللي هو مين؟ سباينوزا. شوفوا بقى واحد بقى ضلمه، ظلمة بس ظلمة من جوه، ظلام بس الثقب من الخارج. احط فيه كده وشوفوا الاول هنا وهعديه عليكم. ده مش شايفه. ده تحط في البوينت. تمام. الناحية التانية. ها؟ ايوه اهو. ده زي ده؟ لا ده مش ده. زي ده؟ لا. ايه العلاقه بينهم؟ واحد المظلم قدامه على طول، قدام الكبير قوي ده. أيوة. ده جاجولر. صح؟ ده ثقب قدام الجاجولر ومظلم. كاروتت. 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 شايفينه يا جماعه من عندكم ولا لا؟ لو ركزت في مطرح الابره هتلاقي هو قدام ثقب، بس ثقب منور ممكن اشوف من خلاله. هو قدام ثقب، امام ثقب على طول هنا امام الناحيه دي. اللي هو الجاجل. يعني وراه على طول ده مين؟ الجاجل. صح؟ دي اسمها ستايلويد بروسيس. عارفينها مش كده؟ والكبيره دي اسمها ماستويد بروسيس. تعالى بين الاثنين وهتلاقي في ثقب بينهم اهو. بين الاثنين. ومظلم. اسمه ستايلو ماستويد. معايا؟ الفورامن اوفال اللي انا قلت عليه في الاول، قلنا الاستراكشر باس ثرو. الفورامن سباينوزا قلنا الاستراكشر باس ثرو لما كنا في الداخل. امال الكاروتيد ده مين اللي بيعدي فيه؟ انترنال انترنال، ما فيش كاروتيد، انترنال كاروتيد ارتري سمباثيتك بلكسس ديب تروزال نيف. مش الليسر سوبرفيشال بتروزال ولا جريتر بتروزال، ده ديب بتروزال. هناك ثلاثة نيرفس في سي ان اس كله تحت اسم بتروزل. جريتر بتروزل ابن الفيشيال، مش ابن الكلب، ابن الفيشيال. ابن الفيشيال اللي كان شايل باراسمباثيتك للاكريمال جلاند، فاكرينه؟ لسر بتروزل وده نيرف ابن تسعة، ابن الجلوسو فارنجيال نيرف رايح للباروتيد. ديب بتروزل ده سمباثيتك طالع من البلكسس اللي حوالين الكاروتيد وهيخش الاسكال وله مسار تاني ولكنه سمباثيتك. واضح كلامي؟ ده الكاروتيد. يبقى ايه الكاروتيد؟ فروم ان ال ستراكشر باس ثرو انترنال كاروتيد ارتري سمباثيتك بلكسس فروم ويتش ديب بتروزال نير. الجاكولر اللي احنا شفناه خلفهم قلنا من الداخل 9 و10 و11 مش كده؟ وحطينا معاه اتنين ساينس.
inferior petrosal sinus وسيجمويد sinus. اخر فورم من هنا اللي هو قلنا عليه من الخارج اللي هو مين؟ ستايلوماستايت اللي هو بين الشوكه وبين الحلمه بيقال على كده الشوكه. ايوه هو كده. انت بتضحك ليه؟ هو كده الشوكه اللي هي مين؟ ستايلوماستايت. والحلمه اللي هي ماستويد ماستا ماما هي اسمها كده. والله انا غلطان ولا احنا لما بنترجم عربي نتحرج؟ هي اسمها كده بالعربي كده. مفهوم كلام ولا مش مفهوم؟ يبقى اسمه ستايلوماستايت فورم. بيعدي فيه مين ستايلوماستايت فورم؟ من ستايلوماستايد فيزلز والفيشيال نيرف مخرجه. احنا وذكرنا كلمة الفيشيال نيرف مدخله كان في الانترنال اوديتريمياتس هو وثمانية ده مدخله. ده مخرجه منين؟ من الستايلوماستايد. اخر حاجة هذا الفورمن الكبير بتاعنا في فوق ثقب دي اسمها كوندايل قدامه اللي احنا شفناها من الداخل هنا كان اسمه انتيرو كوندايلر او هايبوغلوسل. ده الانتيرو كوندايلر. بسرعة بقى مراجعة عشانك انت عشان الحبايب. انسيسيف حلو. جريتر بالاتاين جريتر بالاتاين حلو. هقفز هنا على طول في النص هنا في المنطقة المليانة تضاريس دي. فورمن اوفال فورمن سباينوزا فورمن اوفال زي اهو سباينوزا عند الشوكة الاولانية دي في شوكتين الشوكة الاولانية تحتها في قاعدتها الفورمن سباينوزا مفتوح. كاروتيد كاروتيد جاجولر جاجولر ستايلوماستويد ستايلوماستويد انتيرو كوندايلر انتيرو كوندايلر اكسترنال اوديتريمياتس. مش انتوا هتشوفوا ده اكسترنال اوديتريمياتس عشان تعرفوا اسمها بس ده الاكسترنال اير دي السكال دي الديول سباينال كورد سباينال كورد سباينال نيرفز. بيجي عشان اسال فيه بيجيننج اندس سيكنينج بلود سبلاي بيجيننج كونتينيويشن اوف مدلا اوبلونجاتا ات ذا ليفل اوف ذا فورمن ماجنا او بيلو ذا ليفل اوف ذا فورمن ماجنا الترمينيشن ال1 ال2 معايا البتاع الكبيره دي للحصان دي كودا اكوينا اعصاب جايه منين؟ سوراكو لامبو سكرال سوراكو اخر حته في السوراسك اخر اثنين سباينا معايا انما كلها اغلبها لامبو سكرال واخر اثنين السوراسك بينزلوا معاهم ده اساسا لامبو سكرال كودا اكوينا. لو جه بقى غلس عليك وطلع من وسط ديل الحصان ده طلع لك حاجه زي ده كده وتلاقيه ماسكها لك لوحدها. مش معقول هو هيمسك لك حاجه هنا في وسط الكودا اكوينا عشان تقول له سباينال نيرف. طب ما كل دول سباينال نيرف. مين في دول مش سباينال نيرف؟ انما دي عشان تقول له عليها فايلم تيرمينال معايا اللي هي البايا ماتر. هيسالك ويقول لك تيرمينيشن قول له باك اوف كوكسكس. انت استغربت؟ شكلك استغربت. اسمها اسمها فايلم تيرمينال continuation of biomatter الاتاتشمنت الاخير بتاعها باك اوف ذا كوكسكس بتثبت السباينال كورد من تحت ودي الكودا اكوينا لامبوسكرا اللي احنا قلنا عليها كفرنج ثلاثة او يجي تحت اسم ثيكنينج للاستراكشر اللي انت شايفه ده ثيكنينج هتقول له هتقول له ثيكنينج مش انلارجمنت ثيكنينج الثيكنينج يا دكتور ما بتتقالش الا على الديوراماتر. اذا هو لو ماسك لي الطبقه اللي هي اللي انتوا شايفينها دي الطبقه دي هي الكبيره التخينه دي اللي هي الجناحين بتوع الكورد دي الديوره. فاذا حط لك ابره فيها كده وقال لك ايدنتيفاي قول له ديوراماتر. ترمينيشن كذاب جدع يا واد اس 2 اس 3 لا تنتهي مع نهايه السباينال كورد. من ينتهي مع نهايه السباينال كورد هي البايا ماتر معايا صحيح بتكمل بعد كده على فايلم ترمينال بعد ما تتبرم. عارفين تتبرم يعني ايه؟ يعني هي مغطيه كده اللي هي ماشيه مع زي الشراب. مش اسمه الشراب؟ احنا بنقول عليه في مصر شراب بس تقول هنا عنه شراب صح؟ احنا شراب دي بشربة خرج. ما انت مسخره. اللي تحت انا بهزر معاه برضه هو عارف هزار.
البايو ماتر بتبقى حوالين السبينال كورد زي ايش الشراب. تيجي مع نهايه السبينال كورد، السبينال كورد بينتهي تابرنج زي الخنجر، سن الخنجر كده، تقوم هي اكنك ماسك وكانك ماسك الشراب وفي الاخر عملته كده هو خلص، فيبقى ايه تتبرم على بعضها فتعمل سيكنينج عشان تتثبت في الباك اوف ذا كوكسكس. انما لو جه على دي وقال لك اسمها ايه، قول له ديورا ماتر، هيقول لك الاندس بتنتهي فين، قول له اس 2 اس 3 سيكنينج. سيكنينج في مين؟ في ده هي لها سيكنينج؟ لها سيكنينج. انما لو مسك الفايلم ترمينال هي بايو ماتر. او لو حط العلامه على السباينال كورد وقول لك الفيرست كفرنج بتاعته، هتقول له مين؟ بايو. هيسالك هنا يقول لك اذكر ثلاثه سيكنينج او تو سيكنينج للي انت قلت عليها هي اللي بتكفرنج الاستراكشر ده. الاستراكشر اسمه سباينال كورد، الحاجه اللي عليه وعامله له كفرنج والفيرست لاير هي البايو ماتر. السيكنينج بتاعتها دنتيت ليجامنت، عارفين الدنتيت؟ لينيا سبليندس، فايلم ترمينال اللي احنا سائلين عليه، كلهم سيكنينج. واضح؟ بلاد سبلاي الاستراكشر الحلو اللي انتم شايفينه ده، تو لينجوتيدونال سيستمز راديكولار سيستم. لينجوتيدونال سيستم ثلاثه، وان انتيرو سباينال، تو بوستيرو سباينال، راديكولار اكوردنج تو ذا ريجن. راديكولار في منطقه النك فروم ذا فيرتبرال ارتري، راديكولار ان ذا ثوراسيك ريجن فروم ذا انتركوستال ارتري، راديكولار ان ذا لامبر ريجن. انت مش هتقعد تقول له الكلام ده كله، انت هتكتب كده راديكولار فروم على طول، وما تقولش ريجن ريجن، راديكولار تكتب سا فيرتبرال انتركوستال لامبر. واضح؟ مفهوم انت قصدك ايه طبعا. سكشن في السباينال كورد، وايت ماتر، وايت ماتر، جراي ماتر. مين فيهم بوستير هورن ومين فيهم انتير هورن؟ على حسب ايه؟ سلكس. يعني اعملها كده ولا اعملها كده؟ لا لا لا، يعني هي شكلها ايه؟ ده الاتش كده؟ صح كده؟ يبقى دي مين؟ بوستير هورن، وده مين؟ انتير هورن، ودوت الكوميشر. جهز نفسك، ايه انواع السيلز اللي موجوده في الانتير هورن؟ ايه موجود السيلز اللي موجوده في البوستير هورن؟ برضه ممكن يجي السؤال بلاد سبلاي اللي انت شايفه ده، ويجي السؤال كفرنج، فتكتب له كفرنج بايو ماتر وكاراكنويد ماتر وديورا ماتر. واضح؟ ده اللي يجي فين؟ في السكشن. بوستيرور هورن اذكر السيلز، انتيرور هورن انواع السيل، عارفينها ولا لا؟ ما تكتبلوش سنسور سيل و موتور سيلز. لا موتور سيلز في كم نوع من الموتور سيلز؟ عارفينهم ولا لا؟ تكتب انت شاطر، تكتب اللي مش عارفهم يروح يذاكر. البوستيرو هورن فيها كم نوع من السنسور سيلز؟ يكتب، او هو يقول لك اذكر اثنين من السيلز اللي في الانتيرو، او اذكر اثنين من السيلز اللي في البوستيرو. سالكاي وجيراي مهمه جدا، سواء كان موديفايد او في الاوسبي. بالنسبه لللاترال سيرفيس هنا انا عايز اجيب لكم حتى برين كمان علشان ده اللي هينزل. ركزوا معايا وبسرعه عشان اخلص، بيتهيألي اغلبكم هيبقوا عارفين. هنقوله على المجموع وبعدين اقرب لكم هنا. ده اللاترال سيرفيس او السوبيرو لاترال سيرفيس. الفشر ده لاند مارك بالنسبه لي اللي هو اللاترال سالكس، صح ولا لا؟ معايا شايفين كلكم ولا لا؟ لاترال سالكس، فهتقول الاستراكشر ان ذا ديبس تقول انسولا، هيسالك استراكشر ريليتد للدبس بتاع الاستراكشر اللي اسمه ايه؟ لاترال سالكس، او اسمه البوستيريور ليمب اوف لاترال سالكس. ايه الاستراكشرز اللي في الداخل؟ انسولا. مين الفيزلز اللي موجوده في الداخل؟ ها؟ ميدل سيريبرال ارتري، سوبرفيشال ميدل سيريبرال فين، ديب ميدل سيريبرال فين، تو فينز، كاسين. عارفين كاسين يعني ايه؟ الارتري واحد من بره واحد من جوه، اللي من بره سوبرفيشال واللي من الداخل اسمه ديب، والاثنين اسمهم ايه؟ ميدل سيريبرال. ده اللاترال سالكس، دي التمبرال لوب. فيها سوبيرو تمبرال سالكس، انفيرو تمبرال سالكس، سوبيرو تمبرال جايرس، ميدل تمبرال جايرس، انفيرو تمبرال جايرس. انا ما بجيبش سالكاي، احط علامه هنا واقول لك ايدنتيفاي
هتكتب لي سوبيرو تمبرال جايروس، اقول لك ايه الفانكشن اريا اللي موجوده فيها، هتقول لي اريس 41 42. لو شلتها من هنا اللي هي السوبيريور، وانا عرفت منين انها سوبيريور؟ من السالك، عشان كده ده لاند مارك. وجيت في الميدل وقلت لك ايدنتيفاي، هتكتب لي ميدل تمبرال جايروس اوديتوري اسوسيشن اريا، جيف مينينج اوف وات اي هير. بلاد سبلاي ميدل سيريبرال ارتري، خلصنا من دي؟ اطلع فوق. مين الفشر او مين السلكس الاساسي اطول واحد اشوفه قدامي؟ يكمل لغايه الاخر اهو 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 اهو، جاب عننا عشان يبقى شايف اطول واحد اهو. هتقول لي طب ما تاخد ده يا دكتور اتقطع، طب ما تاخد ده يا دكتور اتقطع اتقطع، ونكمل ده واحد تاني. لكن شوف ده، وصلنا للاترال اهو، يبقى ده مين؟ هنا هيبقى واضح اكتر، انا بس انا من هنا برضو عشان تشوفوه. اطول سالكس اهو اللي هو مين؟ سنتر. معايا؟ ما بجيبوش، اقوم جاي كده قدامه واحط في الجايرس دي. الجايرس دي اسمها بري سنترال جايرس، واللي وراها دي اسمها ايه؟ لو جه في البري سنترال جايرس بتقول عليها موتور اريا. البلاد سبلاي دبل نيرف سبلاي، انا اسف، بلاد سبلاي اثنين بلاد سبلاي. انتيريور المنطقه العليا منه. ما تكتبش عليا، اكتب انتيرور وتكتب ايه؟ ميدل. الجزء اللي هي في الخلف اللي هي اللي بيسموها بوست سنترال جايروس، تكتب برضه سنسوري اريا والبلاد سبلاي اثنين. انما لو جبت الابره وحطيتها في اعلى نقطه هنا او اعلى نقطه هنا، فهتقول برضه بري سنترال جايروس وهتقول بوست سنترال جايروس، وهقول لك البلاد سبلاي تو ذا ماركت اريا، هتكتب انتيرور سيربرال ارتري، عشان ما اسيبش اللي هو الميدل ده او السنترال ده، هخش معاه للداخل وهاجي من داخل كده وهاجي في نص البرين. واللي ما بيبقاش عارف ومش فاهم كمان هلاقيني حابط علامه مدوره كده ناحيه الابر بوردر، او حاطط الدبوس بتاعي في المكان ده، ادا الميديال سيرفيس، وانا مسنتر نفسي في نص الطريق، في نص المحور، في نص الدائري، وفي الداخل. انا عايز اقول لك، قول لي ان الجايرس اللي هنا بارا سنترال بيود موتور، تكتب كده بارا سنترال بيول موتور وسنسوري اوف لور لمب اند برينيم بلاد سبلاي انتيرو سيريبرال ارتري ديستربنس في البلاد سبلاي او اي حاجه هنا هيعمل لي باراليزيس او هيعمل لي مشاكل في اللور لمب والبرينيم سنسيشن وموتور. شكرا. ماشي، ارجع تاني من بره. احنا قلنا ان دي سنتر اللي بيجي فيها يا موتور يا سنسوري. طب نغلس اكتر، اذا كان ده السنتر وسالنا هنا على الموتور اريا اللي هي دي وسنسور اريا اللي هي دي، ممكن اجي هنا واحط الدبوس هنا. الجايرس دي في فرق بينها وبين الجايرس دي؟ دي جنب السنتر على طول، دي بعيده، ده السنترال سالكس. الجايرس اللي جنبه مباشرة أمامه أهي، دي بعيد، دي اسمها بري موتور اريا، بري موتور اريا، اريا 6. أنا قريب من الأبر بوردر ولا بعيد؟ قريب. لو جيت ونصفت نفسي في النص هنا وبرضه منش في الموتور اريا، اريا 8 موتور اكتيفيتي اوف ذا اي، ده اللي بيجي في الفرونتال لوب وده اللي بيجي في البرايتال لوب، يا موتور يا سنسوري يا اريا 6 يا اريا 8، هو ده اللي بيجي. مش هسال سالكاي وجيران. طب دكتور البارا سنترال، البارا سنترال اللي بيقول من الداخل في نص كده، لا احط ايدي هنا ولا تدور، اذا جه في المنطقه دي وحط لك علامه هنا، شايفين ايدي فين؟ هات لي برين تاني، اي برين افتح، عايزه من الداخل. حط علامة هنا، ما تقعدش تدور. انت على الميديال سيرفيس وحط لك علامة هنا، يبقى فوق عند الابر بوردر وفي النص بارا سنتر. من الاخر، من الاخر، على الميديال سيرفيس كورباس كالوزا
بلاد سبلاي انتيرو سيريبرال ارتري ميدل سيريبرال ارتري مينلي انتيرو كالوزال سالكس ده عشان بس انتوا تعرفوه سينجوليت سالكس ده عشان بس تعرفوه كالوزال سينجوليت لو حط العلامة بينهم الاثنين سينجوليت جايرز راينون كيفن ليمبك سيستم may be related to smell تاني singulate limbic loop rhinon cephalon query may be smell شلت من هنا وحطيت هنا ها بارا سنتر اللي بيقول مش عايزين نغلب تاني بقى طيب سالكس اهي انا في اخر البرين ايه اللي عرفك انك في اخر البرين ان ده سيريبيلم طب مش موجود السيريبيلم قيس المسافه من الكوربس كالوزم لاول البرين ومن اخر الكوربس كالوزم لاخر البرين دي اطول دي اوكسيبيتال لوب معايا انا هنا قريب للنصف ولا بعيد عن النصف وفي الخلف بالخلف. يبقى انت عايز تقول لي حاجه وفي قلب سالكس امشي معاه واطلع على اللاترال سيرفيس هتلاقيك دخلت على السالكة اللي اسمها بارايتو اوكسيبيتال سالكس ما تهمنيش ده البارايتو اوكسيبيتال سالكس يبقى الجزء ده اللي خلفه ده يبقى مين ده هو اوكسيبيتال والجزء الامامي ده مين اذا جه قدامها وحط في جايرس في جايرس يبقى اسمها بريكونيوس اسمها ايه عرفت منين قبل قدام البارايتو انا هسال نفسي انا قريب ولا بعيد عن الاوكسيبيتال لوب قريب انا قريب انا في سالكس ولا في جايرس في سالكس يبقى انت في البارايتو اوكسيبيتال ما بسالش فيها طب لو حط لي الابره قدام السالكس وانا شايف سالكس وانا في اخر البرين يبقى دي مين بريكونيوس واللي وراها على طول ها كونيوس يبقى دي مين تبع البارايتال لوب ودي مين كونيوس دي كلها كونيوس تبع مين طب لو حطيت الابره كده وحطيتها كده انا في الاوكسيبيتال لوب ولا لا فوق ولا تحت فوق بصوا لها كويس انا فوق ولا قريب من هنا يعني ولا تحت فوق طيب الاقارب اشيل دي وانا برضو في الاوكسيبيتال وجيت هنا انا كده فوق ولا تحت انت قربت للسيربيلا لينجولا ما حدش بقى يقعد يدور هي فين السالكس ده فوق لا ده تحت كده انا في قصر ما ارسمها لك على ورق هتبقى سهله بالنسبه لك شايف سالكاي وشايف جيران هنقول تاني لو جيت هنا عميان اهو اعمى في النص اهو الله ده انت في النص بالظبط ايوه ده برا سنتر معايا لقيت نفسي اتطوحت لورا وحطيت لك هنا 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 اي حته بس انا مش هنا اضرب بعينك في سالكس جنبك برايت اوكسيبيتال انت قدامها انتوا فاهمين انا بفكر ازاي بريكونيوس تبع اي لوب يا ابني برايت هنتكلم على البلاد سبلاي بتاعهم الوقت طب لو ورا وفوق ورا وفوق عند الاوكسيبيتال لوب كونيوس طب لو تحت خالص هنا لينجولا الاثنين اللي انا قلتهم في الاخر اللي هي الكونيوس اللي هي قريبه من فوق واللينجولا لو حط في سالكس بينهم انا لا في جايرس فوق ولا في جايرس تحت انا في قلب شقه كالكراين سالكس السالكس الوحيد اللي ممكن اجيبه هو والسنترا الكالكراين لما بيجي عشان يسالك يقول لك functional areas related تقول له area 17 18 19 يسألك على السالكس ويقول لك blood supply يقول له posterior cerebral artery لو جه سألك على الكونيوس اللي قلنا عليها functional area related قول له 17 18 19 لو جه اللينجولا قول له 17 18 يبقى كم حاجة هذكر لهم كلمة 17 18 19 حاجتين جايرستين وفيشر اللي بينهم واضح؟ بلاد سبلاي للاوكسيبيتال لوب كله بالكالكراين بالجايرس اللي فوق بالجايرس اللي تحت كله
بوستيريو اوكسيبيتال. طب لو جيت في المنطقة اللي سميتها بريكونياس مش بوستيريو اوكسيبيتال مش بوستيريو، تكتب له كده بريكونياس بلاد سبلاي انتيرو سيريبرال انتيرو سيريبرال. مفيش حاجة هنا تاني، مفيش ميدل هنا ابدا، الاوكسيبيتال كله هنا. واضح؟ يبقى انتيرو سيريبرال برا سنترال لوبيول انتيرو سيريبرال، مش كده ولا غلطان؟ كورباس كالوزم انتيرو سيريبرال. الا لو جينا في الخارج وجيت عند السنترال وبري سنترال وبوست سنترال، يبقى انا هشتغل على مين؟ على الانتيرو فوق والميدل من تحت. معايا في الكلام ولا؟ طب مين دي؟ تمبرال لوب. انا ذكرت فيها كام جايروس؟ لا ذكرت اثنين، سوبيريور والميدل، وقلت البلاد سبلاي بتاعهم ميدل. لو جه في اخر جايروس تحت خالص قول له بوستيريو سيريبرال ارتري انفيريو تمبرال جايروس. واضح؟ كلامي واضح؟ نرجع تاني للميديال سيرفيس. دي الكورباس كالوزم ما كلنا عرفناها. مين دي؟ سالامس. منشن تو فنتركلز ريليتد. سنترال بارت اوف لاترال فنتركل اند ثيرد فنتركل. واضح؟ منشن تو اور ثري نيوكلياي ريليتد انتيرو سلامك ميديال لاترال بوسترو لاترال بوسترو ميديال. واضح ولا مش واضح؟ اسماء اثنين ثلاثه نيوكلياي. في ساعات اجيب السلامس في سيناريو في الاسبي سيناريو، طبعا ده عايز يتضرب بالنهر. سيناريو يعني في الاند بلوك معايا، ويكون السيناريو له علاقه بالسلامس او بالسي اس اف، ومن خلال السيناريو انت عرفت ان ده سلامس او ده سي اس اف، فاقول لك اذكر الباوندرز للفنتركل اللي على الميديال سيرفيس للاستراكشر اللي انت عارف انه فوق اسمه سالامس اللي هو السيرت. اذكر الريليشن للفنت، اسمعوا ما تضحكوا، اذكر الفنتركل اللي ريليتد للابر بوردر او الابر سيرفيس او من فوق الاستراكشر اللي اسمه سالامس. يعني من خلال ده هسالك على كام فنتركل على السالامس بس، السيرت ومين واللاتر. نرجع بقى ننزل تحت شوية. مين المحترمة دي؟ ميد برين. ودي مين؟ ودي مين؟ طيب يجي الميد برين. الميد برين يا إما يجيب لك استراكشر عند البيز اوف ذا سكال، لا احنا هنجيب بقى المليون ريال اللي احنا جايبين بهم عينات جديدة. كم؟ مليون وثلاثة من عشرة. والواد اللي سلمت عليه الوقت ده جاي من شركه من ميتشيجن، جايب عروض باسعار وشويه عينات ما انتم ما تعرفوهوش، شويه عينات يا دوب يجوا هاد الحته دي كده بالظبط ب 2 مليون و6 من 10، غاليه جدا فيري اكسبنسيف. شوف احنا بنتعامل معاها هنا ازاي. ده مين يا جماعه الجزء ده؟ برين ستيم. من قدام؟ من الامام انتيرو. وكده منين؟ سيريبرال بدانك. مش دي ودي اسمها سيريبرال بدانك؟ سيبيريا صح ولا لا؟ سيريبرال بدانك منشن اتس بارتس كراس سيريبراي سبستنشا نيجرا تيجمنت. بيجي كده بلاد سبلاي يا حلاوه بوستيرو سيريبرال ارتري. ما عادش اقول لي بقى بوسترو ميديال برانشز وبوسترو داتا، بوستيرو سيريبرال ارتري. انا هنا كده بصوا لي في البيدانكل ولا بين التو بيدانكلز؟ واضحين الاثنين بدانكل دي ودي؟
اهي دي ودي. ايوه الابره في حاجه بينهم. ايه طالع لها الكوره دي. انتر بدانكولر فوس، انتر بدانكولر فوس. ايه الاستراكشر اللي موجوده في الانتر بدانكولر فوس وايه الباوندريز حقها؟ ها او 2 اوبتيك تراكت، 2 سيريبرال بدانكل، اوبتيك كيازما، ابر بوردر اوف بونز. ايه الكونتنت فيها؟ اثنين ماميلاري بودي، تيوبر سيناريوم، فيزلز ريليتد، سيركل اوف ويلز. كلام واضح؟ ده الميد برين من قدام. امال كده يبقى احنا فين؟ اثنين سوبيرو كولوكولاي، اثنين انفيرو كولوكولاي. سوبيريور كوليكولاس، انفيرور كوليكولاس. سوبيرو كوليكولاس كونكشن مع مين؟ مع اللاترال جينيكيليت بودي سنتر اوف فيجن. انفيرور كوليكولاس كونكتد مع ميديال جينيكيليت بودي سنتر اوف هيرنج ريفلكس. الثانيه كانت سنتر اوف فيجوال ريفلكس. تحت مستوى الفور كوليكولاي يبقى لنا في الباك اوف بونز الشكل الرومبويد اللي احنا شايفينه ده فورس فنتريكل. يجي انت بلوك اكزام باوندريز وفلور، يجي في الاكزام في الاخر باوندريز وفلور. واضح؟ لو قلبته كده دي البونز. ميدل سيريبيلر بدنك فايبر باس ثرو كورتيكو بونتو سيريبيلر فايبر بلاد سبلاي بازيلر ارتري. نيجي للمحترمة دي مضلة أوبلونجات. ده في الأمام، ده من الخلف. ركز يا ابني. بيراميد في فيشر اسمه انتيرو ميديان فيشر اهو، ماليش دعوة بيه، جنبه على طول اهو أول إليفيشن. بيراميد أوليف. واحد يقول لي مفيش إليفيشن هنا باين. إذا كنت جنب الفيشر على طول اكتب بيراميد، إذا كنت في نص المسافة أوليف، إذا جاء في الخلف أو في الجنب أو في الخلف وحط لك علامة هنا inferior cerebellar بدانكل. بالنسبة لكم anterior median fissure pyramid pyramid لف شوية أوليف، لف أكتر وبقينا في الخلف inferior cerebellar بدانكل. نشوف واحد هنا بلاستيك عشان يبقى واضح برضو ليكو. فين التاني الخودة؟ مش ده البلاستيك؟ الحزمة دي والحزمة دي اللي انا وريتها لكم اللي هي كانت مين؟ دي ودي 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 سريبرال بدانك. ولو فيت من الخلف سوبيرو كولوكيولاي انفيرو كولوكيولاي الفورس فنتريكل من الخلف اهو زي اللي انتوا شفتوه هنا بالظبط. يبقوا قرن. لو جينا من هنا تعالى في المظله، ادي الانتيور ميديان فيشر بيراميد اوليف انفيرو سيريبيلر بدانكل. الله، امال مين المفتوح دوت اللي شكله رومبويد؟ ما انت قلت لنا يا دكتور ده الفنتريكل. اخر حزمه هنا اللي انا قلتها الوقت مع دول، قلت ده بيرم، قلت ده اوليف، قلت ده بيدانكن انفيريو. امال مين اللي عامل الثمانيه من فوق دوت؟ سوبيرو سيريبيلر بيدانكن انفيريو سيريبيلر بيدانكن. البيدانكلات دي تتسال هنا او تتسال من على السيريبيلر. لو اتسالت هنا سوبيرو سيريبيلر بيدانكن جهزوا نفسكم لثلاثه اربعه فايبر باس ثرو، او ممكن يغلس عليك ويقول لك اذكر اثنين افرنت واثنين افرنت. فالاسلم تحفظ ايه؟ اثنين افرنت واثنين افرنت، والانفيرو سيريبيلر بدانكل يجي. واضح؟ كلامي واضح؟ ده بالنسبه لمين؟ انت لوحدك ليه؟ مفيش حد بيشتغل الشغلانه معاك ليه؟ كلهم سايبينك ليه كده؟ يعني ثقه. في غدا بعد كده بعد الظهر مثلا؟ تقريبا. كل واحد يغديك غدوه؟ غدوه على وجه السلام. سيريبرال بدانكل. ايه؟ سيريبرال بدانكل. انتر بدانكولار فوسا. بازيلر جروف بونز ميدل سيريبيلر بدانكل ميدل سيريبيلر بدانكل بونز مظله انتيرو ميديان
بيراميد. شايف شوية الفيلم انت اللي طالعين دول؟ ده كريني نيرف نمرة 12 بقى وراه على طول. أوليف. نيجي بقى للي مفتوح ده اهو رومبويد اهو كمان. انفيرو سيريبيلر بدانكل اللي هي في الاخر دي. انفيرو سيريبيلر بدانكل. سوبيرو سيريبيلر بدانكل. امال لما انزل تحت بقى انا كده في المظله من الخلف اوريكم الحته دي كمان يا جماعه انا في المظله دلوقتي بعد الفورس فينتريك بوستيريور ميديان جراسيل كونييت. الله يبقى انا هنا من قدام انت وريتني مين هنا في المظله لما بقت كلوز دي مظله مش دي كلوز دي مظله قلت لي ده اسمه بيراميد وده اسمه اوليف وده البيدانكل. لما جيت من الخلف الجزء من المظله المفتوح في الفنتريكل اسمه اوبن فنت اوبن مظله ده انزل تحت بعد ما الفنتريكل يقفل وجنب الفشل جراسيل نقطه جنب الخط على طول الوسطاني كونييت جراسيل وكونييت بيكاري سنسيشن. من الخلف هنا في البلاستيك هذا الجراسيل والاحمر ده الكونييت اللي بعد الاحمر على طول الكونييت. الجراسيل اللي هو جنب الفشر شايف الفشر ده؟ ايوه الحزام الابيض ده تمام وبعدين في لون بينك كده ده فشر ايوه البوستر لاتر الابيض الحزام اللي بعد كده ده تمام معايا؟ معاك. اما اجي اسال على البيدانكلز بقى اسال عليها هنا في في البرين ستيم ولا اجيب سيريبيلم احسن؟ ايوه ده سيريبيلم الساعة كام يا احمد؟ الساعة 12 انتوا عارفين ده سيريبيلم طبعا ده السوبيرو سيرفيس وده انفيرو سيرفيس دي المظله صح؟ صح يا جماعه؟ مش كده؟ الحته من السيريبيلم اللي جنب المظله على طول دي اسمها التونسل اسمها ايه؟ تونسل. ده كان اسمه ايه يا شباب؟ ميدل سيريبيلر بدانك؟ هما اللي الحزامين دول دخل. شايفينهم؟ شايفينهم ولا لا؟ ده احط الابره فيهم ده هتلاقيه دخل بعد كده على السيريبيلم ده الميدل سيريبيلر بدانك الوحيد اللي يظهر من الامام ده مين ميدل سيريبيلر بدانك معايا ولا لا هوريكم حاجه اسمها فولوكولو نوديولار لوب ريليتد لي اركي سيريبيلم او الانر اير تحت الميدل سيريبيلر بدانك على طول يعني الشوكه دي في البدانك نفسه شوف لما اشيلها من هنا معايا مركز معايا معاك شايف حته الحته الصغنونه من السيريبيلم المفصوله عن بقيه السيريبيلم دي ايوه وتحت الميدل سيريبيلر بدانكل على طول ايه ادي الميدل وهي تحتها على طول فولوكولو نوديولار لوب ده الميدل سيريبيلر بدانكل اهو في جزء من السيريبيلم اهو تحس انه مفصول لوحده وتحت الميدل سيريبيلر بدانكل على طول وصغار من جدا قد الحمصه فولوكولو نوديولار لوب اما الجزء من السيريبيلم اللي على جانبي المظله اسمه تونسل بقيه السيريبيلم الناعم اللي فوق ده اسمه سوبيرو سيرفس واللي فولييتد مليان وريقات ده اسمه انفرو لاترال سيرفس او بوسترو انفيرو سيرفس السوبيريور سيرفس الناعم ده مع سوبيرو سيرفس هنا لوب ولوب اللي بينهم ده اسمه فيرمس واضح ولا مش واضح؟ ايه الاسئله اللي بتيجي في السيريبيلم بقى؟ انتوا شفتوا الحته اللي انا قلت لكم عليها اسمها فولوكولو نودولار لوب اسمها ايه؟ بلاد سبلاي بلاد سبلاي هي زيها زي السيريبيلا بيجي له كام ارتري؟ ثلاثه اللي هم انتيريور سوبيريور اللي هو الايكا والبايكا فاكرينهم؟ ها؟ والسوبيريور ده بلاد سبلاي لاي حته في السيريبيلا ما جالي اي مكان في السيريبيلا الابر سيرفيس ده لما اجي لك سؤال ويقول لك ايدنتيفاي هتقول له السوبيرو سيرفيس هيسألك ويقول لك ايه انواع الفيشرز اللي فيه؟ في فيشر برايما وفي ترانزفيرس الفاصل ما بين السوبيرو والانفيريو هيقول لك البلاد سبلاي سماع الثلاثه كلامي واضح ولا لا؟ لو قال لك الحته اللي تحت دي اسمها ايه؟ اسمها تونسلز هيسألك البلاد سبلاي سيريبيلا ثلاثه ارترز
واضح ولا مش واضح؟ ها؟ طيب فين هنا يا دكتور السوبيريور سيريبيلر بيدانكل والانفيريور سيريبيلر بيدانكل؟ ما يبانوش من قدام، لازم يقلب لك السيريبيلم من ورا، وعشان يقلبه من ورا لازم اقطع فيه. لا مش هيوضح هنا ولا هنا. هيبان بس حته ضيقه جدا، ايه ما صعب اسال فيها. ده السيريبيلم اهو اللوب على بعضه كامل، انا جيت هنا قطعت نصه وشلته. بص كده ادي الانفيرو سيريبيلر بدانكل اللي هي راحه لتحت دي، وادي السوبيرو سيريبيلر بدانكل اللي هي طالعه لفوق دي. انفيريور وسوبيرو، ودي الميدل اهي. تمام. دي الميدل، دي الانفيريور، دي السوبيرو. تحس ان هم عاملين ثلاث طبقات. امسك كده يا احمد. كده هم من تحت كده. الميدل عامله كده. تمام؟ السوبيرو جايه تحتها كده. ايه؟ الانفيريور جايه كده. وضحت؟ واضح. عندك واضح اكتر؟ تمام. هما مش هيشوفوا حاجه. ايه تمام. طيب. مجسم الكبير. الكبير ده؟ من خلف. وانا مش هجيب لك ده. شوف برضو. انا بجيب لك الحاجه اللي هنا. شوف. البني دي ايش هادي يا جماعه؟ دي اسمها ايه؟ لا دي كودي، ودي لينتفور. البرين اهو معايا. انا شلت الهيمسفير ده والهيمسفير ده، صح ولا لا؟ يبقى انت بتلعب في قلب البرين. ادي قلب البرين كوديت. انا اسف لينتفور كوديت سلط. ما بيجوش كده. ده اللي بيجي في البيزا الجنج. ده قطاع ظاهر فيه؟ لا مش ظاهر فيه، انا ما جبتش حاجه من الظهر. ظهر. طب انا اديتكم ده صح؟ فين الانتيرو وفين البوستيرو للقطاع ده؟ ليه ده انتيرو؟ انا حفظناه بقى. طيب باقي كده بقى في الامتحان اقولها لك ولا فاكرها ولا انسى؟ لا كويس. يعني انتوا اتفقتوا معايا ان ده انتيريور صح؟ الكافيتي ده مين؟ انتيريور هور فنتك سنترال بار بتاع اللاترال فنتك بوستيريور هور لاترال فنتك. ماشي. الجزء اللي لونه براون وغامق ده وده وده، ثلاث حاجات قدامكم اهي. بالتقريب اصغر وسط في الحجم كبيره. شايفينهم ولا لا؟ كوديت هيد اوف كوديت لينتيفور سالاموس انتيرور لمب اوف انترنال كبسول بوستيرور لمب اوف انترنال كبسول. قرب يا ابني. انتيرور هورن اوف لاترال فنتركل سنترال بارت اوف لاترال فنتركل بوستيريور هورن اوف لاترال فنتركل. المجموعه المصيبه اللي هنا كوديت تمام هيد كوديت هيد لينتيفور سالاموس بوستيريور لمب انترنال كبسول انتيريور لمب انترنال كبسول جينو اوف انترنال كبسول انسولا اكسترنال كبسول اند كلاسترا. قرب وهوريها لك. Anterior horn of lateral ventricle. لا يا دكتور ده البوستير هورن. لا ده الانتيرور هورن. لا ده البوستير هورن. Anterior. إيه المسافة من الكوربس كالوزم لهنا ومن الكوربس كالوزم لهنا. وعندي سيربيلا. يبقى دوت اه وفي سيربيلا. أنا بس خايف يجي لكم من غير سيربيلا. Anterior horn. Anterior horn. Posterior horn. Posterior horn. كوديت. كوديت. لينتيفور. من الزهره هنا سالاموس ابيض انتيريور لمب انترنال كبسول بوستيريور لمب انترنال كبسول جينو انسولا. واضح؟ واضح.
لاكريمال جلاند اوربيتال بارت اوف لاكريمال جلاند بالبيبرال بارت اوف لاكريمال جلاند نيرف سبلاي دبل نيرف سبلاي سنسوري وبارا سمباثيك السنسوري من الاوفسالمك لاكريمال اوف اوفسالمك اما اللي يهمني البارا سمباثيك جريت فيستيبولار نير جريت بتروزال نير ايه فيستيبولار دي جيت منين دي فيستيبولار دي ده انا خرفت يبقى عايز حاجه مسكره كلها لازم شوجر طيب وجلايسيميا هتشتغل ايه هتجيب لي حاجه فيها سكر ده بجد ناكلها في البيت اتغدى وبعدين حلي ما انا عايش لوحدي نغديك كمان مفيش مشكلة غديني يا اخي انت بقالك أيوة. كم سنة غدتني مرة انت موجود على ده يقول لك الدكتور عبد الرحمن كل ما يعمل ريفيجن يغدوه هو انت ما احنا بنلاقيكش على طول بتمشي يعني مش طيب يبقى ده مين لاكريم اوربيتال بارت ها بالبيبرال اكتبوها كده اوربيتال بارت بالبيبرال بارت نيرف سبلاي لاكريم الاوف اوف سلمك ويهمني الجريت او الجريتر بتروزن نيرف اوفيشال نير اذكر نيوكلياي للعصب اللي مد ده نيوكلياي اوفيشال معايا موتور نيوكلياس سنسوري نيوكلياس سوبيرو سليفري نيوكلياس تعرفوا تكتبون كده موتور سنسوري سوبيرو سليفري دي مين المحترمه دي طب واحنا موجودين هنا مش ممكن بالمره نشوف ايه دي الاحمر ده ليفيتور بالبيبري سوبريوريس ماس نيرف سبلاي دبل نيرف سبلاي اوكيولوموتور سمباثيك اوكيولوموتور وسمباثيك امال ايه دي الايبول اهي ايه الحاجات الحمراء اللي حواليها دي سوبيريور ريكتس اللي هم شايفينهم دول يا جماعه دي سوبيريور دي انفيريور دي لاتر دي ميديا لكن في حاجه هنا شايفين ده ميديا شايفين دي كده اللي جايه دي اللي مش اللي هي الابيضه دي وفي حاجه بتلف من تحت اهي وهوريها لكم كذا مره دي انفير اوبليك سوبر اوبليك انما الاربعه ركتاي ظاهرين اهم تحس ان بتاخد فيهم قطعات والليفيتور دي خلي بالكم منها دي مش سوبيريور ريكتس تمام ليفيتور الاي بول اهي سوبيريور ريكتس ميديال ريكتس لاترال ريكتس انفيريور ريكتس الاوبليكات انفير اوبليك سوبر اوبليك وخلي بالكم من المصيبة دي مش ركتس ده ضحى قلت هم هنا هيشوفوه من عندكم شايفين المنظر ده ايبولا اهي صح ولا لا قولوا كله صح شايفينها ولا لا وانت باصص لها كده بسأل على اتنين اوبليك واحدة بتبان تندينيا ستاندون اهو شايفينها؟ ايه وواحدة تحس ان هي شايلة الاي بول من تحت شايلها عاملة كده سوبيرور اوبليك انفيرور اوبليك واضح؟ السوبيرور اوبليك شفتوها لحم احمر ولا شفتوها تندينياس؟ تندينياس انا شايفها في النهاية اهي ممكن اعمل كده؟ القطاعه هنا في عضلات فوق تحت لما تبص بالكاميرا بتاعتك تحت اهي في عضلات ايه تحس ان هي على مستوى دي بس تحت واخده بالطول كده دول عضله ولا عضلتين اللي تحت سوبيريور ريكتس اللي فوق ليفيتور بالبيبري سوبريوريس ويبقى اللي تحت خالص دي مين انفير ريكتس ويبقى اللي بره دي مين لاترال اهي المقطوعه دي لاترال ريكتس واللي زيها من جوه ظهره جوه هناك اهي ده ميديا الله يا دكتور ده انا لما عملت كده وبصيت على الروف اوف اوربت اهو الروف اوف اوربت في عضله حمراء ماشيه لاصقه فوق ما اجيش واحد يجي لي على دي ويقول عليها واحده من دول سالكين واضحين شايفهم التانيه انا اتعذبت عشان اجيبها اللي جاوي من جوه دي اللي انت شفتولها التندينياس ده
ملتصقه بالروف وفي اوربت ليفيتور بالبيبري سوبريوريس اللي هي دي. لا سوبيريور ايه دي؟ لا دي ليفيتور بالبيبري اللي تحتها دي اثنين في بعض اهم. دايما في اي موديل هتلاقيهم لازقين في بعض كده. الاوبليك السوبيريور اوبليك عشان اعرفها تلاقيها فوق في الروف وفي الجزء الداخلي ولاصقه لاصقه في الروف. واشوف منها لو متتبعتها بعيني امشي 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 لقدام الاقيها عملت تندينيوس ولف تاني لورا. بتغلطوا فيها كتير. العضلات اللي انتوا شفتوها دي كام عضله؟ قولوهم. انا في الاوربت كله قلت كام حاجه؟ قلت اللاكريمال وقلت شويه عضلات. اللاكريمال قلنا السؤال اللي بيجي عليها دي العضلات السوبير الركتايل الاربعه مع الليفيتور بالبيبري سوبريوريس مع السوبير اوبليك مع الفير اوبليك. ما في عضله تخش الامتحان الا ما تعمل جدول وانت داخل اكشن كلمه عليها ونيرف سبلاي. كل العضلات اللي انتوا شايفينها دي تكتب عليها سيرت ثلاثه سيرت يقولوا كيلو موتر الا مين اللي تعبت عشان اشوفها اللي كان اسمها السوبير اوبليك واللاترال ريكتس. السوبير اوبليك اربعه واللاترال ريكتس ابدوسنت. واللاكريما اللي اتكلمنا عليها يتفضل لي مين؟ يتفضل لي الايرو مش هنا. ها فين ايه؟ يا عم اسكت مفيش ايه ما خدناش ايه استنوا بس علشان يمكن لو حصل لو حصل وجاب لك موديل زي ده والايه اهي حسن معايا حد شايف فيها ركتاي؟ لا هو هنا هيشوفها وانتوا هتشوفوها. مش دي الاي بول؟ في عضله تحت شايفها؟ ايه في روبليك شايفها؟ شايفها. طيب لو جالي موديل زي ده وقام جايب لي الابره كده وعمل لها الانسرشن في المكان ايه ده؟ هو دخل في الاي بول؟ ولا فوق الاي بول؟ عند الاوربت تحت الاوربت الحته دي مش هو المكان ده اللي انا مشاور عليه؟ المكان اللي فيه اللاكريمال الجلان. فجاي حاجه زي كده بلاش الكبيره هيسالك يقول لك ايه ده؟ هتقول له لاكريمال الجلان. هيقول لك اذكر اجزائها. هتقول له اوربيتال بارت والبيبرال بارت وبقيه الاسئله اللي احنا قلناها. واضح؟ شال دي وجاب دي. خلي بالكم انا هحط الابره فين؟ لك الايبول واضحه متهيألي اهي بيضه وبيض عشان السكليره حاجه جنبها ولونها مصفر شويه اللي هو الجلاندات في جسمنا مصفر شويه. تمام. انا مش صعب اجيبها في امتحان بس اغلس مع الكاميرا. ايه دي؟ ميت سوبر اوبليك. ايه دي؟ سوبر اوبليك. بصوا يا جماعه الايبول اهي شايفينها؟ شايفينها؟ ما لا اغلس انا جيت حد شايف حاجه؟ لا انا شايف اي بول وانت دابب الابره تحت الاي بول. دي الانفيريور اوبليك اكيد اللي تمثل عليها صح ولا لا؟ صح. ده على اقصى درجات الرخامه والغلاسه لما حد يضايقك. جيت من فوق مش دي الاي بول؟ مش كده؟ انا في النصف بالظبط اهو في النصف مش كده؟ بضرب فوق احط ابره في دول. ايه واحده سوبر ريكتس سوبر ريكتس السوبيريور. انتوا شايفين الابره فين الاول؟ انا فوق الاي بول وفي حاجه كده مستطيله ماشيه فوق الاي بول. دول اثنين مع بعض الاثنين معايا اللي هم مين؟ سوبيريوريس. تمام. اخر حاجه هقولها لكم اهي انا هنا انا هنا الميديال بتاعه اهو وجيت حطيت الابره هنا اهو معايا وجايب من الاوربت دي سوبر اوبليك. واحد هيقول لي ليه مش الميديا ريكتاس تحت 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 صعب اشوفها اللي اشوفها السوبر عشان عالي لما تكسر الدنيا كده. ده لو حد جاب لكم ده يعني فين الاير؟ لا لا دي اجزاء الاير اللي انتوا اخدتوها اللي يهمني في الـ في الـ في الاوسبي ده الاكسترنال اوديتري مييتس. دي الاير درام صح؟ فيها كام اوسكلز ديت ملتصقين مع بعض؟ كام اوسكل هنا؟ هنا اثنين. الطبله لما تطلع فيها اثنين
اللي ملتصق امسكها احنا نطلعها لفوق. لا امسكها بالطرطوفة عشان يشوف. طرطوفة. في عظمة ملتصقة جوه اهي. ما اعرفش شايفينها ولا لا. امسك كده. دي الاير درام. صح؟ في اوسكيلاية اهي واوسكيلاية اهي. اللي ملتصقة بجدار الطبلة على طول دي اهي. اهي اهي ولها راس اهي. وبعدين بعدها دي. دي اللي سايبة. دراعها مش ماسك في حاجة لغاية دلوقتي. دي ميليس. ايوه. انكس. تمام. واللي هتلاقوها هنا دي اللي عاملة زي حدوة الحصان دي ستيبس. معايا؟ معايا؟ والمنطقة اللي فيها الستيبس هنا او المنطقة التجويف ده اسمه ميدل اير. اسمه ايه؟ ميدل اير. يسألك ويقول لك الكافيتي يا اما يظلله يا اما يعمل عليه حاجة. هو دايما ده اللي بيتسأل. هتقول له اسمه ايه المنطقة دي؟ ميدل اير. دي ميدل اير. الميدل اير اللي احنا شايفينها دي. اذكر الروف بتاعها. اذكر الفلور. مش كلها. هي تيجي في سيناريو اذكر الريليشن او الباوندرز. انما لو جت هنا وظلل الغرفة دي جاهز نفسك. اذكر الروف. تيجمنت امبراي مثلا. اذكر الفلور. لاترال وول زي الاير درام. ميديال وول. الاثنين اوفا الاثنين فورم. عارفينهم الراوندد والاوفر. معايا ولا لا؟ الفتحة لا ما خدتوهاش لسه. معلش اما توصلوا للاير اوصل للميدل اير وسنتر نفسك على ايه؟ روف فلور ميديال لاترال. كونتنت التلاتة اوسكل وحبة هوا. يعني تكتب اير وشوية اوسكلز اللي موجودين هنا وتكتب تمبانيك نيرف بلكسس. تمبانيك فاسكولار بلكسس. صعب تكتب الكلمتين دول؟ طيب هتاخدوا عضلة. دي مين دي؟ دي لك اكسترنال اوديتري ميتس يا جماعة. مش كده؟ ماشي. اللي جاي من الاير اهي. انا بقول اللي عشان لسه ما خدتوش اناتومي ان ديتيل بعد ما تخلصوها بكره ولا امتى؟ الخميس. اذا حب حد يسمع حاجة منها يجيلي. يبقى دي الميدل اير. امال التيوب دي؟ دي تيوب اهي. دي راحة ايوه الاوستيكيان تيوب او الاستاتو النيزوفارنجيال تيوب او الاوستيكيان تيوب اللي موصلة ما بين الميدل اير والنيزوفارنس. شايفين الشكل ده؟ حاجة لونها ازرق اهي وحاجة اهي. معايا؟ شايفينها دي ولا لا؟ شايفين. دي. الأول شايفينها ولا مش شايفينها؟ شايفين. أشر عليها مرتين. ها؟ يكون شايفها مش شايفينها. واضح. طيب. تنسور تمباناي. دي عظم. تنسور تمباناي. استابيديس. تنسور تمباناي ترايجيمينال نير. ترايجيمينال؟ ترايجيمينال النيرف كان طالع منه اوفسالميك وماكسيلري ومانديبولر. مانديبولر اوف ترايجيمينال نيرف. النيرف ده بيدي اتنين في كلمة تنس. تنسور تمباناي وتنسور بالاتاي. معايا؟ وهي العضلة الوحيدة بلاش هنخش في البلد. يبقى دي تنسور تمباناي اللي راحة تمسك تمباناي تمبانيك ممبرين. تمبانيك ممبرين تمباناي يعني الاير درام الطبلة. هي بتروح تمسك في الطبلة وتشد عليها عشان تخلي الطبلة تنس. فالعظمة اللي هتبقى عليها من جوه اللي هو الستيبل الميلياس ها تقدر توصل الاندكشن اوف اير او الساوند. تشد على مين؟ على الاير درام تخليه تنس عشان الهواء اللي جاي ده ينقر عليها تعمل ترانسميشن بدون دخول في تفاصيل. فتخلي الاير درام تنس. النيرف سبلاي بتاعها مانديبولار اوف ترايجيمينال نير. اذكر النيوكلياي للنيرف اللي جاي سبلاي المنيلة على عينها دي. هتقول اسمه مانديبولار بس انا مش هسألك عن النيوكلياي بتاع المانديبولار. انا قصدي اسأل عن النيوكلياي بتاع الترايجيمنا اللي احنا قلنا عليه امبارح اللي كان قاعد معايا وسامع اللي هي الميزنكيفاليك نيوكلياس المين سنسوري نيوكلياس الموتر نيوكلياس اند السباينال نيوكلياس. مش دول كان كلهم معايا؟ بس احنا عايز دي ايوه عايز الموتر بتاعها. يبقى الموتر اوف ترايجيمينال امبونس. انما لو قال لي اذكر نيوكلياي كله وجمع عمل سميشن يبقى الاربعه اوف ذا نيرف اللي هو ترايجيم. لكن منشن ذا نيوكليوس اوف ذا نيرف
which supply this muscle was the mandibular motor in bones. Stapedius muscle, facial nerve. يبقى تاني مرة سمعتوني الفاشيال نيرف النهاردة. مرة مع اللاكرم الجلال ومرة مع مين؟ استابيديوس. وبرضو يسألك على الموتور برانشيس أو النيوكلياي بتاعته كلها اللي أنا لسه قايلها اللي هي كانت مين؟ موتور. أذكرهم أنتوا بقى. طيب والإنر ها؟ ما بسألش فيها بس على فكرة الإنر إير يا جماعة فيها كوكليا اللي هي العصب اللي ريليتد ليها اللي داخل فيها ده اللي هو الفيستيبولار نيرف اللي هو الستاتوكاستيك نيرف وسيمي سيركولار كانالز والنيرف اللي انتوا شايفينه ده شقين اسمه ايه؟ فيستيبولو كوكليار. كوكليار بيبقى جاي من الأورجان اوف كورتي اللي داخل هذه الكوكليا اما الفيستيبولار بيبقى ريليتد لمين؟ للسيمي سيركولار كانال. يبقى لو جه العصب ده جه هتقول عليه فيستيبولو كوكليار نيرف. اذكر النيوكليار فاكرينهم؟ اثنين كوكليار واربعة فيستيبولار. اثنين كوكليار فنترال ودورسال واربعة فيستيبولار ميديا لاترال سوبيريور انفيريور. وبالتوفيق يا توفيق. حد محتاج مني اي حاجة؟ شكرا. كده ده اخر الاسبي اللي بيني وبينكم. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. ما يجيليش حد بقى في المالتي يقول لي ورينا ليفر ولا انا بتاع خلاص خلاص الموت ما فيش ايه الموت ما فيش حاجه ناس هو في اسبي اسلام بالمالتي دي انت في بتبقى حاجات كتير في الاخر بينزل لك محطه واحده ولا محطتين فاكرين النيرز مالهم مالهم احسن خلاص السلام عليكم ما فيش حاجه